اليوم بنسوي لكم نوع من أنواع الموالح ممكن تقدمونها مع الفطور برمضان أو مع تشكيلة الفطاير ورق العنب على الشاهي، إن خلطين الجبن مع الزعتر، فتخيلوا كيف الطعم، أكيد يعني طعم رهيب. نشوف المقادير ونبدأ. نجيب رقاق سمبوسة سويدهز ونقسمه قسمين، ناخذ قطعة ونحشيها بالجبن ونلفها على شكل رول ونسكر أطرافها بالعجين، بعدين راح نقلبها بالبيض وبعدها بالزعتر، وإذا أمكن ندخلها بالفريزر شوي. نسخن زيت شمس ونحمر أصابع سويدهز على نار متوسطة على دفعات ونرفعه، وبالأخير نقدمه مع شرائح الزيتون والطماطم. وبكذا نكون خلصنا، وأدري أنكم ما تقصرون باللايكات والسبسكرايب، وبالعافية.